من ضمن الرسائل الواردة تحدثنا وتحدثنا فيها مرارا وتكرارا بخصوص ما يتم إدراجه في هيئة سوق المال والبورصة الكويتية للشركات الشراكة الحكومية ومع القطاع الخاص. الكثير من أبناء الشعب الكويتي اليوم محروم من دخول هذه الشركات في الاكتتاب، وهناك نقص واضح في التشريع، وهو عدم جدية الحكومة بإدراج أن هذه الشركة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. ما أعرف ما هو سبب الحقيقي للحكومة عدم إدراج فقط نص واحد، أو أن يتم التعامل مع المكاتب الاستشارية الإسلامية مثل ما هو معمول في هيئة سوق المال. إذا كانت هيئة سوق المال تتعامل مع المكاتب الاستشارية، فما بالك في الشركات الآن التي ستدرج وشركات التعاون مع القطاع الخاص. اليوم ما أتكلم الآن شريعة ولا ما هي شريعة، ولكن أتكلم عن تكافؤ الفرص. هناك الكثير من أبناء الشعب الكويتي محروم ولا يستطيع الدخول بهذه الشركات والاكتتاب فيها فقط من أجل عدم وجود هذا النص. السؤال اللي يطرح نفسه، ما هو سبب عدم إدراج هذا النص؟ هل هو من أجل أن تكون هناك فئة فقط هي اللي تستحوذ على هذه الشركات، أم هو عدم وجود رؤية للحكومة فيها؟ يا أخي، الكل يتذكر شركة فيفا لما تم إدراجها في هيئة سوق المال، ولما تم تأسيسها والاكتتاب عرضت للاكتتاب العام، حطت الشرط هذا ونجحت وصار في زيادة لاكتتاب المال العام. اشمعنا الشركات الحالية الآن لا يتم إدراج هذا البند؟ هي رسالة إلى الحكومة، خلال شهر فقط نبي الرد. اليوم إلى اليوم راح تطلع شركات أخرى، وشركة أم الهيمان قادمة، الكويتيين قاعد يسألون ليش الحكومة ممتنعة؟ احنا ما قلنا لكم شيء، ولكن هذا الامتناع يدل على أن هناك محاولة من بعض التجار والمتنفذين الاستحواذ على هذه الشركات دون أن يكون لحق الشعب الكويتي الباقي والمحروم الذي لم يدخل في هذا الكتاب أن يكون له نصيب فيها. هي دعوة إلى الحكومة أن تأخذ بهذا الأمر من الجدية حتى لا يكون فيها العبث ويتم الحديث فيها بين فترة وفترة. أكلونا البعض وأكلونا التجار، والقصد من عدم وجود هذا النص هو حرمان الشعب أو الكثير من الناس اللي يرون بضرورة أن يكون هناك مكتب استشارات إسلامية أو التعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية كما هو حاصل في الكثير من الشركات التي أدرجت في هيئة سوق المال.